السلام عليكم تلاميذ الأولى متوسطة، بإذن الله اليوم راح نديرو الأعداد العشرية. الأعداد العشرية مثلا عندي 275.913، هذا عدد عشري. الفرق بينه وبين العدد الطبيعي هو الفاصلة. العدد العشري دائما فيه فاصلة وينقسم عنده جزئين، الجزء اللي راه على اليمين نسموه الجزء العشري، والجزء اللي راه على اليسار نسموه الجزء الطبيعي. الجزء الطبيعي دوكا نشوفوا الجزء الطبيعي تاعي. 275 هذه عندها 2 هي مرتبة المئات، 7 راهي في مرتبة العشرات، 5 في مرتبة الوحدات. فاصلة نروحوا الجزء العشري 913، 9 راهي المرتبة الأولى بعد الفاصلة نسموها جزء من عشرة، ولا على اسم الثاني ولا أعشار، يا إما نقولوا جزء من عشرة إما نقولوا أعشار. رقم 1 هو جزء من 100، جزء من 100، والرقم 3 هو جزء من 1000، جزء من 1000. مفهوم؟ هذه مرتبة كل رقم من هذا العدد العشري. نشوفوا دوكا كيفية قراءتها، كيفاش حنقراو هذا العدد العشري، كيفية قراءتها، كيفية قراءتها. عندنا طريقتين في القراءة تاعها. القراءة الأولى راح نقراوها كما راهي مكتوبة، 200، 275، 975.913. الكتابة الثانية، القراءة الثانية، كيفاش نزيدو نقراوها؟ الطريقة الثانية، 275.13 جزء من 1000. نشوفوا الفرق بين القراءتين. القراءة الأولى فيها فاصل، والقراءة الثانية غيرنا كلمة فاصل بو وزدنا جزء من 1000. عندنا بس كل جزء العشري نقراوه هي إما جزء من 10 كيكون رقم 1 منفصلة، يا إما نقراوه جزء من 100 كيكون عندنا رقمين بعد الفاصلة، يا إما نقول جزء من 3 كيكون عندنا 3 أرقام بعد الفاصلة. هذه كيفية قراءتها. دوكا نشوفوا التفكيك تاع العدد العشري. التفكيك تاع العدد العشري عنده 3 كتابات. الكتابة الأولى عندي نعاود نكتب 275.913. الكتابة الأولى هي نكتب العدد الطبيعي تاعي، الجزء الطبيعي تاعي كما راه 275، زائد 9 راهي في المرتبة الأولى بعد الفاصلة على 10، زائد 1 على 100، زائد 3 من 1000. هذه الكتابة الأولى. الكتابة الثانية 275.913 تكتب على شكل 200، نفككها هذه، 200 زائد 70 زائد 5 زائد 0.9 زائد 0.01 وزائد 0.003. فككنا هذه المرة العدد الطبيعي هو اللي فككناه، والعدد العشري حليناه، العدد الكسري حليناه الى عدد عشري. 9 من 10 تولي 0.9، 1 من 100 تولي 0.01، و3 من 1000 تولي 0.003. نزيدو التفكيك الثالث، 275 هذه 200 راح تولي على شكل جداء، 2 في 100 زائد 70 هي 7 من 10 في 10، زائد 5 اللي هي 5 في 1، زائد الجزء العشري اللي هو 0.9 هي 9 نضربوها في 0.1، والرقم الثاني 1 في 0.01، بقات لنا 3. غادي نعاود الكتابة تاعها باش تفهموها أحسن، ماهيش ظاهرة مليح. نعاود نكتب لكم هذه الكتابة الثالثة، 275.913 يساوي، قلنا 200 نعاود فككناها هي 2 في 100، زائد 70 هي 7 في 10، زائد 5 في 1 على الوحدات، زائد
العدد الجزء العشري دوكا تسعة نضربوها في 0.1 زائد واحد نضربه في 0.01 زائد ثلاثة نضربه في 0.001. فككنا العدد العشري إلى عدد طبيعي زائد كسر، فككناه إلى مجموع عدد طبيعي زائد عدد عشري، وفككناه إلى جداء عدد هنا جداء جمع وفي. العدد الطبيعي فككناه فعملت فيه، والعدد العشري نفس الشيء فككناه إلى عملية جداء. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقاو الحصة المقبلة بإذن الله.